أكيد. ومشاهدينا بمحطتنا الثانية مكملين بالحديث عن فعل الخير والأعمال التطوعية. فبظل كارثة الزلزال صار في تحركات كبيرة، مبادرات، مؤسسات جمعية وخيرية إن كانت فردية أو جماعية، إن كانت حكومية أو غير حكومية، عم تلبي احتياجات المتضررين من الزلزال. أكيد هايدي، ونحن مثل ما قلنا خلال الفترة الماضية كان تركيزنا الأكبر خلال صباحنا غير على موضوع الصحة النفسية لكل حدا كان موجود بكارثة الزلزال. اليوم كان التأثير النفسي على الجميع حتى البعيدين، نحن يعني أكيد كان تأثير كتير كبير، ولكن كيف فما بالك بالأشخاص اللي كانوا متواجدين. وأيضا كان التركيز على موضوع المبادرات الجمعيات الإنسانية، فشفنا كيف كانوا موجودين بأول يوم بالمناطق المنكوبة. اليوم جميع الجمعيات يعني بدون أي طلب نزلت على الأرض وراحوا شافوا بعيونهم كيف الناس عم بتعيش هي الأجواء العصيبة، وقدموا رغم الإمكانيات اللي ممكن ما كان في تهيئ إلى راحوا ليقدموا خلينا نقول المتاح. اليوم ايضا باخر فقرات صباحنا غير لليوم بموضوع المبادرات الانسانيه رح نحكي عن مبادره من فريق عمرها، وضيفنا لليوم هو الاستاذ محمد جلاء فطايري وهو امين سر فريق عمرها التطوعي. يسعد صباحك ويعطيكم الف عافيه. صباحكم خير. تشكر جهودكم اليوم اكيد. مشكورين. يسعد صباحك. بالبدايه يعني من معروف انه فريق عمرها التطوعي كان موجود بسنوات الحرب اللي مرت علينا، واليوم اكيد كان العمل اكبر. خلينا بالبدايه بعد مرور شهر على الكارثة، شو آلية عملكم؟ أول شيء فريق عمرها التطوعي صار هو نواة لمؤسسة عمرها اللي ترخصت كمؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال بتاريخ شهر أيار 2022. طبعا مؤسسة وحدة فريق عمرها التطوعي اليوم كان جزء من النسيج السوري، نسيج الخدمي السوري اللي استجاب لطارئة الزلزال ضمن الخطة اللي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال. من ثاني يوم ثالث يوم هي الكارثة نحن توجهنا لمدينة حلب بأولى القافلات الإغاثية. كانت فكرة هليك هي استجابة طارئة، قدمنا مساعدات غذائية، كوننا مطبخ ميداني تم توزيع فيه أكثر من 5000 وجبة، توزعوا تقريبا على أحياء حلب الشرقية المتضررة كانت أكثر من الزلزال. الحملة الثانية كانت بمدينة جبلة، طلعنا حوالي 3 أيام كمان على مدينة جبلة، على ريف مدينة جبلة وعلى المدينة الرياضية بمدينة اللاذقية وأحياء جنوبية من مدينة اللاذقية كمان كانت متأثرة بالزلزال. الأسبوع الماضي كمان كانت الحملة الثالثة، كمان توجهنا لمدينة حلب، وإن شاء الله لسه في حملتين طبيات لمدينة حلب الجمعة القادمة ومدينة اللاذقية بشهر رمضان إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. كونك ذكرت شهر رمضان، دائما هذا الشهر يعني هو شهر الخير والعطاء، من دون ما يكون نحن لا بكارثة ولا بحرب وبنروح بهذا الشهر للعطايا، ولكن اليوم نحن أمام مشهد مأساوي ومصيبة كتير كبيرة. أكيد اليوم في خطة خلال شهر رمضان رح تتوجهوا فيها لهي المناطق المنكوبة غير السيارات الطبية. فريق عمرها هو اشتغل برمضان بحملات افطار صائم، حملات شهر الخير اللي عبارة عن سلة غذائية، بحملات ما يتمر كمان بافطار صائم خلال السبع او ثمان سنوات الماضيه. هي الافكار ان شاء الله مبلوره بمدينه حلب بآلية يمكن تناسب شوي مؤسسه عمرها وامكانياتها. فقط بحلب اليوم حنشوفكم؟ نحن الطلعه جاي على اللاذقيه اكيد حكون بمدينه جبله. بمدينه حلب كانت حجم الكارثه كبيره جدا. صحيح. حلب مدمره بالاحداث اللي طرأت على سوريا وزاد تدمير الزلزال. صراحة بس اللي بيسعدك هو التآلف والتعاضد اللي لقيناه بين الأهالي، كان في تعاون كبير بين الأهالي دعمونا بين النقطة. نحن طلعنا بتاني يوم على حلب تقريبا ما بنعرف حدا ضمن المدينة. المجتمع الأهلي، المجتمع المحلي، أصدقائنا قدموا لنا مقر، قدموا لنا مطبخ، أمنوا لنا سيارات لعمليات التوزيع، كانت الطلعة الثانية أسهل بكثير، ونفس الشيء صار بمدينة جبلة. هذا الشيء حيشجعنا أكيد لنقدم بشهر رمضان مبارك حملات إغاثية نفس اللي كنا نقدمها بالشام بالسنوات الماضية سواء بمدينتي حلب أو حتى جبلة. تمام. محمد، شو بتخبرنا اليوم عن مبادرة شباب نجوب؟ مبادرة شباب نجوب هي الشق الثاني لمؤسسة عمرها التطوعي، لمؤسسة عمرها وحدة فريق عمرها التطوعي. هي تتضمن دورات تنموية بالإضافة للحملات الإغاثية اللي عم تقوم فيها المؤسسة. هاي الدورات عم تكون بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، مشكورة طبعاً بإحدى المبادرات الممولة منها. كان في دعم لكم لهي المبادرة؟ كان في استجابة؟ صراحة هي كانت منطلقة قبل أحداث الزلزال بقليل. الزلزال أثر كثير، قدرنا أنه نوقف خصوصاً مع أيام العطلة اللي تقررت من الحكومة. اليوم نحن بداية شهر ثالث رجعنا بدورات
الأمين، دورات الأوفيس، دورات تصوير، دورات مهارات الحياة، دورات مونتاج. طبعاً هي الدورات كلها مجانية ممولة بالكامل. كونك ذكرت الكورسات اللي عم تشتغلوا عليها، خلينا نحكي الهدف منها، وهي اليوم لمين قدمتوها يعني؟ طبعا هي اول شيء نحكي عن الهدف اليوم، نقص بالناحيه العمليه لاي خريج من جامعه دمشق او حتى جامعات سوريا ككل هو يحتاج الى جانب عملي. في كثير تطبيقات عمليه. شو بتقصد الجانب العملي اليوم بهي النقطه؟ يعني انا اليوم خريج اقتصاد، خريج محاسبه، فرع المحاسبه، ضمن الجامعه انا اتعلم الجانب النظري من برامج الامين، برامج الاداري، برامج الخازم. اليوم مؤسسه عمرها عطتنا مجال انه نحن ندرب بشكل عملي اكثر. كليات الاعلام بمجال التصوير، بمجال المونتاج نفس الشيء. اليوم الحدا اللي ما عنده مثلا شهاده جامعيه هو بحاجه مبدئيا لشهاده الاي سي دي اي اللي هي برنامج الاوفيس. كمان اليوم مؤسسه عمرها قدمت له الفرصه بالتدريب كجوانب عمليه. تمام. بالنسبه للدعم النفسي كان في فريق مختص بهذا الموضوع، شو اليه العمل؟ صراحة نحن بحلب طلعنا بأول مرة باستجابة طارئة، بالمرة الثانية والثالثة طلع معنا فريق دعم نفسي، قام بنشاطات للأطفال بمدارس حلب وحتى مدارس جبلة، لكن بالبداية كان هو الاستجابة الطارئة هي لتأمين احتياجات ضرورية. أكيد الدعم النفسي هو احتياج كثير ضروري، بس طبعا اليوم ما تلاقي هذا الشخص له مأوى أو له شيء ياكله أو حتى بطانية تغطى فيها، فالأولوية لتأمين هدول الاحتياجات. أكيد اليوم فريق عمرها مثله مثل غيره من الفرق التطوعية أو المؤسسات اليوم بحاجة للدعم وبحاجة للتسهيلات مقدمة من الجهات المعنية. نحكي اليوم عن الدعم المقدم لكم. طبعا نحن دعمنا تقريبا بالغالب هو مجتمع محلي، تبرعات مجتمع محلي، تسهيلات كثيرة عم تكون مشكورة وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال، وزارة الإدارة المحلية، محافظة دمشق، محافظة ريف دمشق. صراحة سواء قبل الزلزال أو بعده صراحة كانت تسهيلات كثير كبيرة، وبل وراء كارثة الزلزال كانت تسهيلات، يعني نحن بساعة أو ساعتين الموافقة تجي لعنا على المؤسسة ببعض الأحيان أو تنبأ، كانت تسهيلات كثير كبيرة صراحة. حتى أحد مشاكل تصير معنا باللاذقية، مشاكل لوجستية أو حتى حلب، خلال نص ساعة مدراء الشؤون الاجتماعية يحكم مع مدراء الشؤون الاجتماعية باللاذقية وحلب وتنحل القصص، كان في كثير ليونة. الدعم المقدم إنه كان مثل ما ذكرت لحضرتك هو مجتمع محلي، حملات الإغاثية لرمضان نحن إن شاء الله خلال الأيام القادمة إحنا أعلن عنها من أجل جمع عملية تبرعات لمدينة. هل كان في دور للمغتربين اليوم السوريين ضمن هيئة الكارثة؟ من حوالي أسبوع إحنا وصلتنا أول قافلة خارجية من مؤسسة من منظمة ألمانية، حصلت على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإدارة المحلية. يعني استقبلوا مساعدات خارجية. تماما، دخلت عبر معبر جدة يابوس يوم الجمعة الماضي. اليوم عم يتم إعدادها وفرزها، هي عبارة عن شاحنة تحتوي على 1200 كيلو حليب أطفال، 1200 فوط أطفال، كمية أدوية كبيرة، منظفات، معقمات، مستلزمات نسائية. حنجهزها بالإضافة لمواد نحن بنضيفها، أمشاط داخلي، أطفال، منظفات، شامبو، دواء للقمل، يعني أدوات النظافة الشخصية. حنجهز حوالي 200 سلة، اسمها 200 سلة صحية، حنتوجه فيها لمدينة جبلة إن شاء الله يوم الجمعة. مدينة جبلة إن شاء الله يوم الجمعة. طيب شو بالنسبة للقسم الإغاثي أو الطبي الموجود عندكم بالفريق اليوم؟ كان في نقص بالأدوية، قدرتوا تأمنوا الأدوية للأشخاص المتضررين؟ خصوصا يعني اليوم بمراكز الإيواء كان في أشخاص معهم أمراض مزمنة. لما طلعنا أول مرة كان الاحتياج كتير كبير صراحة، كان احتياج للمواد الأدوية اللي نحن يوميا بنستعملها، أدوية إسهال، أدوية قريب، أدوية التهاب، وخصوصا أنه اليوم صار حشد كتير كبير بمركز الإيواء. صحيح. كان في جمعيات عم تشتغل بهذا المجال، بالطلعة الثانية كانت منظمة أكثر، تشبكنا مع جمعية رفع الوعي الصحي بمدينة حلب، هي مختصة بالشأن الطبي، عم نقدر نأمن لها كميات من الأدوية عم توزع على للمستفيدين من الجمعية أو حتى المتضررين من الزلزال على قوائم، سواء كأمراض مزمنة أو حتى المستلزمات الطبية العادية. عم تشتغلوا اليوم على داتا؟ يعني عندكم داتا اليوم كان مقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية أو ممكن اليوم بجبلة أو بالحواري منروح فورا للمختار؟ خلينا هلال الأحمر. تمام، خلينا نقول شغلة بالاستجابة الطارئة. أول 10 أيام بمدينة حلب وجبلة الهدف ما كان لمداتا أبدا. صحيح. كان اليوم أنت بدك تساعدي أي حدا متواجد بمدينة حلب، لأنه نحن ما فتنا مدينة حلب لأن العالم كله بالطرقات، فاليوم كان الأولوية لتساعدي هدول العالم. بس اليوم صار بالمرة الثانية. تماما، بالمرة الثانية كان هو موضوع لمداتا بالتعاون مع جمعيات أهلية
بمدينة حلب مشان ما يصير هاي العملية التضارب اللي صارت بالمرات الأولى في مراكز إيواء وصلها أكثر من جمعية ومراكز إيواء غير معروفة أو شوي بعيدة أو مناطق كان لسه دفاع المدينة عم يشتغل فيها ما قدرنا نوصلها. هاي العملية اليوم باتت أسهل بمدينة جبلة في مجتمع محلي، أمنا داتا للمتضررين من الزلزال، شغلنا عليها بالطلعة الماضية، كمان حيكون أيسر بالنسبة لنا. كمان يعني كمان سمعنا أطلقتوا مبادرة بعنوان جامعتك عنا، القاعات الدراسية لتسهيل يعني الأجواء النفسية للطلاب لحتى يدرسوا، يعني قديش اليوم هي اللفتة كثير حلوة. فريق عمرها أطلق مبادرة بيت الدراسة السنة الماضية، كان عبارة عن سنة كاملة بقاعات مكيفة موفر فيها النت والتدفئة والكهرباء بشكل دائم. هلا رجعتوا أطلقتوها واليوم رجعناها بيوم الجمعة. هي مجانية؟ هي مجانية بالكامل، نعم. تستقبل طلاب معينين؟ طلاب جامعيين ما عدا موضوع الكورسات، طلاب جامعيين من الصبح للمساء بشكل مجاني بالكامل. طيب خلينا نحكي اليوم عن ما بدنا نقول مشاكل، عن الصعوبات اللي اليوم عم كفريق عمرها يعني عندكم اياها موجوده ضمن الفتره اللي عم بنعيشها، يعني كيف اليوم عم تقدروا هيك تتجاوزوها؟ صراحه الصعوبة الكبرى كانت بموضوع النقل، موضوع محروقات. النقل تماما، موضوع النقل والمحروقات للمحافظات كان موضوع كثير مكلف، كثير بيتطلب جزء من رأس المال اليوم عم نحط بهذا الموضوع، ممكن يكون غير مجدي بس بالنسبة للمؤسسة هو كثير مجدي. اليوم انت توصلي 1000 سلة مضطرة مثلا تدفع مبلغ من المال. موضوع المستودعات كان في مدينة حلب مدينة اللاذقية لما وصلنا كانوا كمان كان في مشكلة كثير كبيرة بتأمينها. بالطلعات الثانية بالطلعات الثالثة اللي بلشنا نطلعها كان العملية تأمينها مسبق عن موضوع النشاط، شوي شوي صرنا نتجاوز الصعوبات. بصراحة موضوع النقل موضوع المحروقات هو كان أكثر كلفة والأكثر صعوبة بالتأمين. تمام، خلينا نحكي أكثر عن أهمية العمل التطوعي إن كان بأيام الأزمات أو إن كان بشكل عام، قديش ممكن اليوم يعطي قيمة كثير كبيرة للفرد يعني والمجتمع بشكل عام، وقديش اليوم إجا شباب حابين إنه يتطوعوا ويساعدوا اليوم؟ التطوع هو وليد حاجة، كان وليد حاجة الأزمة السورية اللي عشناها. بعد سنتين 2021-2022 بلشت تقلت شوي الحاجة. هون فكر التطوع هو بيتشوه بهالمعنى. اليوم أنا كفكر تطوعي أنا لازم أكون جاهز بأي مرحلة من مراحل استجيب لكارثة كنا منوعة كارثة كورونا من 2020، حرائق اللي ضربت أهلينا المتضررين في مدينة في محافظة اللاذقية، واليوم الزلزال اللي ضرب جبلة وحلب. هدول الكوارث أو الاحتياجات الطارئة لدى المؤسسات يجب دائما نكون نحن عندنا خطط للتدخل السريع أو حتى الاستجابة. أحكي لك عن الأشخاص اللي ساعدونا خارج المؤسسة، كان عددهم كتير كبير. بالطلعة الأولى نحن طلعنا عن حلب على حلب ب 25 شاب، كل شباب مؤسسة عمرها كانت بحلب. صفي الصبايا بمدينة دمشق كانوا عم يجهزوا القافلة الثانية. أعلن على استمارة التطوع 24 ساعة، كانت هي يومية، أنه أي شخص بيشوف حاله فاضي بس بيجي بيساعدنا وبيروح دون أي التزام ثاني. صراحة أحكي لك على التفاعل كان كتير كبير من الشباب السوري، سواء جامعيين أو حتى أطفال، حتى أمهات يا أولادك صارت عم تجي على مقر الجمعية. بمدينة حلب نفس الشيء، تفاجأنا بأعداد كمان كتير كبيرة كانت عم تساعدنا بمدينة حلب. قدمنا شيف ساعدنا بموضوع الطبخ مجاني، قدمنا سيارات، قدمنا شباب من مدينة حلب ساعدونا بالوصول للمناطق المنكوبة من الزلزال. صراحة هذا الشيء كان كتير مشجع بالنسبة لنا، كتير مفرح بالنسبة لنا. كارثة الزلزال كتير أليمة بس اللي بيبسطك وبيساعدك هي التآلف اللي صار. هو احنا اليوم بهيئة الأزمة اللي عم نعيشها شفنا هاي اللوحة الحلوة بين السوريين، يعني واليوم واجب أي حدا فينا يقدم كل شيء قادر اليوم انه يقدمه يعني ضمن الامكانيات المتاحه. بدنا نتشكرك اليوم محمد لحضورك، وتحياتنا لكل فريق عمره اكيد، وشكرا لكل الجهود اللي عم تقدموها بالفتره الماضيه وبشهر رمضان المقبل. شكرا محمد. شكرا كثير لك ويعطيكم الف عافيه.